ولد عبد الله بن فهد بن ثنيان ثنيان في الرياض عام 1918. كانت ولادة الراحل في منزل خاله محمد بن عمر البكر، وشهد العام الذي ولد فيه انتشار الإنفلونزا الإسبانية أو ما يسميه الأهالي في نجد بسنة الرحمة. في هذا العام أصيب ثنيان بالمرض وكاد يفقد حياته بسبب مضاعفاته. الحقيقة الحديث عن الوالد دائما يكون صعب على الابن، لأنه الشهادة فيه مجروحة، شهادة الابن في الوالد مجروحة. لكن والدي عبد الله بن فهد الثنيان غفر الله له، هو عبد الله بن فهد بن ثنيان الثنيان من مواليد 1337 هجرية المصادفة للعام 1918 ميلادي. هذه السنة اجتاحت العالم الإنفلونزا الإسبانية، جائحة الإنفلونزا الإسبانية، وقتلت كثير من الناس في حينها، يعني مئات الآلاف من الناس في العالم. وهذه الجائحة أيضا عانت منها نجد والجزيرة العربية، كانت تسمى عند أهل نجد سنة الرحمة. فهو ولد في هذه السنة، سنة الرحمة. وأيضا في هذه السنة في طفولته أصيب بهذه الجائحة، أصيب بهذه الجائحة، ولكنه نجا منها بعناية الله. ولد الوالد الله يغفر له في بيت أخواله البكر، وهم من بني تميمة، وتحديدا ولد في بيت عم والدته محمد بن عمر البكر رحمه الله في الرياض، في مدينة الرياض. كما ولد في هذا البيت أيضا أخيه العم الشيخ ثنيان الفهد، متعه الله بالصحة والعافية.